الأقلمين. فقد لم تجتمع اليوم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال وكما يعلمك الله كلبا باسطهم ذراعي بالأزيد لو طلعت على ابن ولد من أمر ربنا ولد من أمر الله كذلك بعثناهم ليتسمع كذلك بعثناهم ليتسمع الآن وبينهم قال قائل منهم كم لبثنا قال لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بما لبثتم فبعث أحدكم بربكم هذه المدينة من دريا يسكر تسكن منه وليتلطف ليشعرن بكم إنهم يظهروا عليكم مدعمكم ويعيدوكم بما التي من تدفعوا هذا أبدا وكذلك أثرنا اليوم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم في الأمر فقال ابن عليهم بنينا ربما على مبينهم قال يا غلبوا على أمر من أتخذن عليهم مسجدها سيقولون ذات رضا كلهم مثل سادسهم كلهم رجلهم بالغيب ويكون سبحانه ورب العالمين بعدتهم ما لم يلغوا الإبلاد ما لديهم إلا ينتظرنا ينتظرنا ايه طب خلاص خلينا نقرا عندك يا اخي ولا عنده هيب ولا عندك صح هو جاي ينتظرنا صح طيب يعني يا شباب شباب قطب جد خمسة قطب يعني أي حرف راح أي حرف من حروف القلقلة على سكون قل هو الله أحد الله الصمد نفتح صوت كاف أي كاف ترى الرجال ينتظرنا شو أنا وقت أقرأ أنت خلاص اسمع حلو نسمع ونطبق آيتين 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 طيب خلاص أنا حقرأ بس آيتين وكل بعد يلا يلا بسم الله يلا افتح كاف أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما في مد وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صح من علم ولا لأنه ذكر التشكيل بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت التشكيل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حسبك من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 11 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا ما في اللام للطولة لقد قلنا قل لقد قلنا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات شمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط 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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. جزاكم الله خير. هذا حبيبي. اقول لك اسمع انت قلت ايش؟ كل يوم نخلص الكهف. كل يوم بنقرا زي كذا. في واحده وين هي؟ في واحده جابوا. بعطيكم فائده. امسك انت. امسك انت. الضاء. امسك انت. استفدتها من واحد سوداني. يقول طلعها مع الجنب اضغط على لسانك على الاسنان اللي هنا. الضاء ولا من هنا. ولا الضاء. لا تعب لساني والله استفدتها من واحد سوداني اللي بعصا الى الحين اللي بعصا ض ض ض من المقدم ابو عصايا ايوه عصا ض عادي يعني ض ض عادي واللي بدون عصا ض فيها معها طاء صح لا ما في مع شويه طاء والله مع شويه طاء لا 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 ضاد ضاد لا لا كذا مع ريحه طاء ولا كذا من هنا ولا ضالين والله ودي عيوني مثل الاسف الاسيف مصطاع وان يظهروه ومصطاع نقبه طيب اقرا وصلنا ولي تلطف ولا يشعرن بكم احدا لا تو طب اقرا معي عاجب الخير يا ولد المرضي في دجاء وعند ربي قالوا دكا وكان وعند ربي حق وتركنا بعض من الدين وجوه في بعض ونفخ في الصور في المعنى عمد مع عرضنا جهنم من الكافرين عن بعض الدين كان لا ينفرط عن الذكر وكانوا لا يستطيعون السماع بحسب الذين كفروا يتخذوا عباد من دون أولياء أن عدبنا جهنم الكافرين نزلا قل هل ننسأكم بالخسرين أعمال الله لنا رسعين فأجل يحسبون أنهم يحسنون وصنعا تعال شوف جروح الزمان هنا ويوم يقول نادوا اسم المجموعة هي الذين زعمتم سعود كان بعنويهك كان بعنويهك يا سلمان وقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الله يعطيك العافية. درست تحفيظ صح؟ درست جامعة الإمام. لا تحفيظ ما درست. ما شاء الله جامعة الإمام واضح بس لغة عربية عندي. ما شاء الله لغة عربية واضح يعني. ايه طيب صفحة 300 ما بقى شيء وخلص. ايش هو؟ ولد ما اختم الحين. لا باقي لا وين وين الحمد لله.